السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. وانتم كتابعوا في هذا الفيديو كما كتلاحظوا الإخوان، الآن أنا في واحد المنطقة في واحد الدوار، وهذا الدوار حفرهم كبير ولكن ما جابش الله التيسير، لقاو فيه الماء قليل واتصلوا بيا باش نقلب لهم إن شاء الله على أحسن نقطة اللي يمكن نلقاو فيها الماء. كما كتلاحظوا البير هو هذا، هما راه الحفرين عندي الإخوان. كما لاحظتوا عندي الآلة، الجهاز ديالي اللي كندير به التنقيب على الماء. إن شاء الله غادي نشوف هذا البير هذا أول حاجة، من بعد راني لقيت لهم احسن نقطه راه الصوت الان. دابا ان شاء الله كتحفر، تحضر واحد 5 ديال الثواني وان شاء الله تكون هي هذيك الفراغ ديال الكبير ما كتحطش ليا هذيك المكان. ولكن الجهاز كيدور يعني بواحد الطريقه، ما كيدورش بسرعه كما كتلاحظوا هنا، يعني الجهاز بان الماء هنا قليل، يعني بعد ما كثير في هذا البير هذا كره الماء، الجهاز كيدور بسرعه. كيدور بين هذا البير هذا والبير اللي شغال، ماشي هذا الفرق اللي كاين البير اللي قلت لهم مع هذاك البير اللي وريتكم. ان شاء الله ديال الماء كما لاحظتوا الاخوان، هذا هو البير اللي اشارت عليه الاله. دابا ان شاء الله مبداو كيحفروا، من الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذا العمل هذا ومن هذه السكينه ديال هذا الدوار هذا. بالنسبه للبير السابق اللي حفروا فيه 42 متر، وهذا البير شدت عليه العبير على 42 متر، ما كنديروا الاسباب والكمال لله سبحانه وتعالى. بالنسبه لاي واحد بغى يدير تنقيب على الماء فمرضى، هذا كل ما يخص هذا الفيديو. ما تنساوناش الدعم، كان جزاكم الله خيرا، انتظرونا في الفيديو الجاي.